ده هيخليني أسأل حضرتك على المهن المطلوبة أكتر للترشح لهذه المقاطعة تحديدا. هل في مهن معينة بيتم القبول فيها أسرع؟ طيب، هو ساسكاتشوان عاملة نظام مختلف شوية. هي عندها list of restricted occupation، يعني لستة وظائف هم مش عايزينها. وبالتالي أي حد اسم الوظيفة بتاعته مش موجودة في اللستة دي هو مقبول. أوكي. بالنسبة لهم. بس هل معنى كده ان كل الناس فرصتها واحدة؟ لا. هم بيعملوا حاجة اسمها targeted roles، يعني صحوبات موجهة. بيقول مثلا الشهر ده انا عاوز ناس حرفتهم الكهرباء، فيبتدي ياخد ناس، يختار من الكشوفات اللي موجودة قدامه الناس اللي حرفتها الكهرباء، وساعات بينزل بالسكور لحد المينيمم اللي هو 60 بوينتس وياخد كل الناس اللي موجودة. ساعات بيجي يقول انا عاوز ميكانيكس، انا عايز لحامين، انا عايز بوتشرز. فكل شوية بيطلع تارجت الدروز ويختار ناس بحرفة معينة وبيدلهم أسبقية عن بقية الحرف. ما ده هيخليني أسألك بقى، يعني كل قد إيه لما بيحصل التحديث الخاص بالمهن؟ حلو. التارجت الدروز ملهاش intervals معينة، ملهاش مواعيد محددة. يعني هو ممكن يقرر الشهر ده أنا عاوز electricians، فيروح عامل سحبة موجهة للإلكتريشن. الكشف بتاع الوظائف الغير مطلوبة بيتم تحديثه، ولكن مش كل فترات قريبة، يعني كل سنتين ثلاثة ممكن يشيلوا وظيفة أو يضيفوا وظيفة، فما بيحصلش تحديث مستمر للليستة الوظائف الغير مطلوبة. بس زي ما بقولك بيوجهوا الصحوبات لتارجت الدروز، وده بيساعدهم ان هم يختاروا الوظائف اللي هم محتاجينها جوه المقاطعة اللي هي ساسكاتشوان. تمام. طيب بالنسبة بقى للسكيلد وركر بروجرام، هل في تعارض بينه وبين نظام الهجرة الخاص بالمقاطعة؟ لا، ما فيش تعارض ما بين السكيلد وركر والمقاطعة، هما الاثنين بيكملوا بعض. بمعنى ايه؟ السكيلد وركرز بروجرام اللي هو الاكسبريس انتري بتاع الفيدرال بروجرام، ده بيبقى آخر خطوة بتوصل لها بعد ما تاخد النومينيشن من المقاطعة. يعني خليني أشرح لك البروسيس ماشية إزاي. البروسيس الأول إن إحنا بنعمل حاجة اسمها expression of interest، يعني أنا بقول للمقاطعة أنا interested إن أنا أجي وأعيش في ساسكاتشوان. بتخش بقى يتعمل لك تقييم بالمعايير اللي إحنا اتفقنا عليها، وتاخد سكور معين، والمقاطعة تخش كل شهر أو كل شهرين أو على حسب الانترفلز اللي هم عايزينها، ويختاروا من الكشوفات الناس المتقدمة، ويتبعت لهم حاجة اسمها invitation to apply، يعني تعالى كمل الابليكيشن بتاعتك. بنكمل الابليكيشن وبعدين نقدمها. لو الابليكيشن بتاعنا اتقبل بناخد حاجة اسمها nomination، provincial nomination، يعني ترشيح من المقاطعة. ترشيح المقاطعة ده بناخده ونروح على الإكسبريس انتري بروجرام. الترشيح ده لوحده بيضيف لنا للإكسبريس انتري 600 نقطة. هايل. وده معنى كده ان اي حد معاه ترشيح المقاطعة بيتقبل في اول سحبة من الإكسبريس انتري اللي هو السكيلد وركر بروجرام. ممتاز جدا. فالبرنامجين بيكملوا بعض. بيكملوا بعض.